هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسول. أما بعد، نراجع ما أخذنا في الدرس الماضي ثم نكمل بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم، أن أبي هريرة قال وجل عليه الصلاة والسلام أوسان. نعم، وقلنا هذا فيه حال الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة والوصية، واختصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يذكر وصية ولا يذكرها للآخر، قلنا باعتبار حال هذا الشخص ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في حاله. ونحن ماذا نصنع؟ نأخذ بكل الوصايا التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له لا تغضب، وكرر عليه هذا، فرأيت يقول كل الخير في ترك للغضب. نعم، كيف يصنع هذا؟ قلنا يصنع هذا بأن يرجع إلى الشريعة. إذا غضب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتوضأ، أو إذا كان قائم يجلس، جالس يضطجع، أو يخرج، قلنا يعود، يعتاد على هذا، يكثر من ذكر الله، من الاستغفار، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يجعل دائما في لسانه ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك إخواننا الصحبة الصالحة تكون سبب، لأن الإنسان بحسب البيئة التي هو فيها. وانت تعرف في بعض البلدان هدانا الله اياه، يعني اعتاد الصغير على الكبير، عند غضب يسب ويشتم، وفي بعض المناطق اعتاد الكل انهم لا يغضب، ومشوا على هذا، مهما حصل تجده لا يغضب. لابد ان يغضب احيانا، صحيح، وقلنا ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات الله. الغضب الذي يؤدي إلى السب والشتم واللعن والظلم وغيره هذا مذموم، لكن يغضب لله يصح ولا بد. أي نعم. طيب، هذا ما يتعلق بهذا الحديث، غيره؟ نعم، اتق الله، قلنا الوصية بتقوى الله، وصية الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين، حيثما كنت في كل مكان، ولا يمكن أن يكون في مكان دون مكان آخر، وبخاصة إذا كان لا يراه أحد، وهذا هو أعلى المراتب. نعم، وأتبع السيئة الحسنة تمحى، وقلنا إن الحسنات، قال الله سبحانه اذهبنا السيئات، وكل بني آدم خطأ. ثم قرن، قلنا مع هذا حسن الخلق، لأن الرجل يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. نعم، وكان خلق القرآن عليه الصلاة والسلام. الله تعالى غير هذا. نعم، احفظ الله يحفظك، وقلنا هذا يكون بحفظ. نعم، فإن سار الإنسان على شريعة الله حفظه الله. وقال ما بالك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن. يقول ابن القيم رحمه الله كل من كان مع الله لا يحزن، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، صحيح، وهو يتولى الصالحين، فإذا تولاك الله فأنت صالح. قال الله سبحانه وتعالى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هذه الآية، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، أي مقامي فيكم، وتذكيري بآيات الله، فعلى الله
توكلت وأرشدهم أن يصنعوا أشياء. قال فأجمعوا أمركم، يعني اجتمعوا على أمر واحد وهو قتلي، واجتمعوا أنتم وشركاءكم ثم لا تنظرون إلى غدا، الآن تقوموا بقتله. استطاعوا؟ ما استطاعوا. لماذا؟ على الله توكلت، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، اجتمع عليها هؤلاء لحرقه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اجتمع الأحزاب، قريش والأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، وأرادوا أن يقضوا عليه بعد أحد. قال عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس الركب، إن الناس قريش والأحزاب، والأحزاب قد جمعوا لكم أي الجمع، فاخشوهم فزادهم إيمان. احفظ الله يحفظك، تجاهل. وقلنا معية الله سبحانه وتعالى، إما أن تكون معية عامة لكل الخلق أو معية خاصة بالمؤمنين. نعم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم، وقلنا لابد من الإيمان بالقضاء والقدر، تعلم أن ما أصابك لم يكن أخطأك وما أخطأك لم يكن أصابك، ترضى بكل ما قدر الله سبحانه وتعالى عليك، وهذا لا يعني أنك لا تأخذ بالأسباب، لابد من الأخذ بالأسباب. الله يفتح عليك. وغيره. نعم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قلنا أن الحياء من الإيمان، وأنه لا يأتي إلا بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الخطأ أن بعض الناس يعبر اليوم بهذا، يقول لا تستحي كل، نقول لا، تقول لا تخشى، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم، هناك أمور يستحي منها بعض الناس ويظن أنها من الحياء، وهي ليست من الحياء أصلا. يعني الآن بعض الناس يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط، يطلق اللحية، يقصر الثوب، ويكون في بعض المجتمعات وماذا؟ ويتخفى، صحيح؟ خاصة إذا كان في المطار مثلا أو في كذا، صدق يرى الكل مخالفين، وهذا إشكال عندنا. في سلطنة من الأزمنة الغابرة كان هذا السلطان أراد في يوم من الأيام الخروج إلى مكان ما، خرج فقطع أنف السلطان، رجع إلى قصره واستدعى الوزير، فجاء الوزير قال قطع أنفي، ما العمل؟ إذا رأى الناس هذا عابوا علي، وقد يكون انقلاب أو كذا. فقال له الوزير عندي حل. قال ما الحل؟ قال نقطع أنوف الشعر، كل من في هذه السلطة أقطع أنوفه، مثل ما قالوا ونبدأ بك. فبدأ بك، أصبح أهل هذه المملكة أو هذا السلطان كلهم قطعين الأنوف. في يوم من الأيام بعد فترة اعتاد الناس على هذا، جاء رجل غريب عن هذه البلدة، عندما دخل أخذ أهل البلدة يقول انظر انظر بأنف. الآن الذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعاب عليه، وماذا يصنع هو؟ يستحي. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغير قال أذلنا الله. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. التمس رضا الله ولا تبالي، النتيجة رضي الله عنك
هذا يعني من أعلى ما يكون وأرضى عنك الناس. نعم انتهى بقي. نعم الحديث إن الله كتب الإحسان عليك. كتب الإحسان، وذكرنا أن الإحسان يكون في عبادة الله على مرتبتين، ويكون إلى عباد الله من الإنس ومن غير الإنس، صحيح. وأن بعض الناس يفهم أن الإحسان الإساءة، ونعم، ويقول ما على المحسنين من سبيل وهو مسيء. فإذا كلف إنسان بعمل أو تطوع لابد أن يأتي بهذا العمل، أو يكلف إنسان بأن يقوم بهذا العمل. طيب، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر أمثلة في القتل وفي الذبح كذلك. نعم. طيب، فتح الله عليك. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قدم معنا أن الصحابة رضي الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا حريصين غاية الحرص على التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدي، يعني يريد أن يقول له قول لا يمكن أحد أن يتكلم بهذا القول إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله. قل آمنت بالله، وهذا تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي كل شخص بالذي يكون هو يعني لائق به أو محتاجا له. آمنت بالله ثم استقم، إخلاص ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله تقدم معنا، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبية وألوهية وأسماء وصفات والإيمان بوجود، وتقدم معنا الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. ثم استقم، ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأصل أننا نقول في بعض الناس أنه ملتزم، والصحيح أن نقول هذا مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. نعم. فهذا الحديث فيه ما يكون من القلب، سواء كان بالاعتقاد أو بماذا؟ بالعمل. وذكرنا أن العمل له، أن القلب له عمل، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وكذلك باللسان وكذلك بالجوارح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. ووصف الطريق هذا بأنه طريق مستقيم مذلل مهيئ. نعم. اهدنا الصراط المستقيم، قلنا هذا قال عنه شيخ الإسلام أنه أحسن دعاء أو كذا. نعم. قال عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صدقت. أن رجلا، قلنا هذا يعني معرفة هذا الرجل لا يتوقف عليه شيء. نعم. أرأيت إذا صليت المكتوبات، يعني أخبرني إن أنا أتيت بالصلوات المفروضة الخمس. نعم. وصمت رمضان، وصيام شهر رمضان كاملا، وأحللت الحلال، وأحللت الحلال، وهذا فيه أن الحلال والحرام لابد من الرجوع فيه إلى الشرع، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال: أنا أحل ما أحل الله وأحرم ما حرم الله، وليس لي أن أغير شيء من عندي. نعم.
وحرمت الحرام. نعم. ولم أزد على ذلك شيئا. ولم أزد على ذلك شيئا. طيب، بقي الزكاة والحج من أركان الإسلام. لو قال قائل، نقول إما أن يكون الحج لم يفرض بعد، ولأن الحج على ما نعلم فرض في السنة التاسعة من الهجرة. نعم. طيب، أو أن هذا الرجل يعني يتكلم الآن والحج لم يأتي زمن. أما الزكاة قالوا إما مثل هذا أو أنه فقير. نعم. طيب، على أي اعتبار أركان الإسلام خمسة ولا يمكن يشك في هذا أحد؟ نعم. أدخل الجنة؟ أدخل الجنة يا أخواننا، هم هؤلاء شيء واحد، الآخر للأولى، ولا الآخرة خير لك من الأولى. رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. في حديث خيبر بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر، فتح خيبر، خيبر أموال طائلة، لم يلتفت أحد إلى هذا، التفتوا إلى محبة الله. شغل هؤلاء الشاغل رضا الله سبحانه وتعالى، فباتوا يدوكون. ولا بد أن يكون هذا حال كل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ما استفاد شيء. الهم والشغل الشاغل أدخل الجنة. نعم. قال نعم. قال نعم. نعم. رواه مسلم: ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. أو أكثر من هذا على ما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور تقدم معنا في الفقه أن الطهارة على قسمين: طهارة باطن، وهذا أهم ما يكون، الإخلاص، وطهارة ظاهر إما من الحدث الأكبر أو الأصغر، أو طهارة البدن والبقعة والثوب، طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة حدث أصغر وأكبر، وطهارة خبث بدن بقعة ثوب. أهم ما يكون طهارة الباطن، إنما المشركون نجس. فالطهارة يبدأ بها الفقهاء بكتاب الطهارة. لماذا؟ أرادوا أن تطهر الباطن قبل الظاهر. لا تصح أي عبادة إلا بهذا، بالتوحيد، شطر الإيمان. إذن هذا هو المقصود، طهارة الباطن، طهارة معنوية، هذا هو المقصود. المقصود الثاني أن الصلاة لها شروط، مفتاح الصلاة الطهارة. نعم. شطر الإيمان أن الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم. وتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان، وأنه ميزان حقيقي، وتوزن به الأعمال، وقد توزن الصحف، وقد يوزن العامل، له كفتان وله لسان على ما ورد عن بعض السلف. نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، الحمد لله تملأ الميزان، يوجب منك أن تكثر من حمد الله سبحانه وتعالى. نعم. وعندما تقرأ الفاتحة تحمد الله سبحانه وتعالى، ويقول الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي. نعم. وسبحان الله والحمد لله تملأني وتملأ ما بين السماء والأرض. وهذا في
أنك بهذا تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وكم يحصل لك من الحسنات. نعم، تنزه الله سبحان الله، أي تنزيه الله عن كل نقص وعيب لكماله سبحانه وتعالى. نعم. والصلاة نور. الصلاة نور، نور في القلب، نور في الطريق، نور في قبره، نور في الدنيا، نور في الآخرة. الصلاة جعلت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قرة عيني في الصلاة، تنور لك الطريق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، فلا بد من إقامة الصلاة وتتذكر أنك بهذا يكون لك نور. نعم. قال: والصدقة برهان. الصدقة سميت بهذا الاسم، سميت الصدقة بهذا الاسم أنها صدقة، لأنها تدل على صدق الإيمان، لأن النفس في الغالب شحيحة بخيلة تحب المال، فعندما يخرج هذا المال فهذا دليل على صدق الإيمان، ولهذا سميت صدقة. وسميت زكاة لأنها تزكي وتنمي المال وتزكي النفوس. نعم. طيب، قال: تعيد. والصبر ضياء. تعيد. أيه. الطهر شكر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأين أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان. نعم، برهان يعني تدل على صدق إيمان هذا المتصدق أو المزكي. نعم. والصبر ضياء. الصبر قال ضياء، وقال في الصلاة نور، لأن الصبر مثل اسمه مر مذاقته، ولكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر يقول مثل اسمه، هناك شيء يسميه الناس صبر، مر يكون عند هؤلاء الذين يبيعون الأعشاب وكذا. قال: الصبر مثل اسمه مر مذاقته. الآن تشرب الدواء طعم مر ورائحة كريهة، صحيح؟ ما الذي يجعلك تشرب هذا الدواء؟ لما يترتب عليه من شفاء، فالمصيبة مرة، ما الذي يجعلك تصبر؟ الإيمان بالله. والصبر واجب بإجماع الأمة، تصبر على طاعة الله حتى تؤدى، وعن معصية الله حتى تجتنب، وعلى أقدار الله. ولهذا قال في الصلاة نور، وفي الصبر يقول ضياء، لأن الضياء في حرارة والصبر في مرارة، وتتذكر ما أعد الله سبحانه وتعالى للصابرين: وبشر الصابرين، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم. والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة إما لك أو عليك، فالذي يتعلم القرآن ويعمل به ويدعو إليه ويصبر فهذا كان القرآن حجة له لا عليه، وإلا كان عليه، نسأل الله العافية والسلام. وإذا أخواننا يعني لم نتعلم القرآن، من يتعلم؟ وقلنا أقل ما يكون الفاتحة وقصار السور. نعم. كل الناس يغدو. كل الناس من مؤمن وكافر يغدو، أي في أول النهار، هذا على الغالب. وهناك من يذهب أو يخرج إلى الرزق أو كذا في آخر النهار. فالناس في هذه الدنيا كل واحد يكتح ويتعب ويعمل، والناس بهذا انقسموا إلى قسمين: قسم يغدو في أول النهار ويعمل لله، وعرف سبب الوجود في هذه الدنيا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو
عندما يعمل في هذه الدنيا يعلم بأنه عبد لله. والوقت هذه الأوقات وهذه الدنيا دار عمل، ليست دار جزاء أو لعب أو ما إلى ذلك. فهذا نسأل الله من فضله يعتق من النار، واشترى نفسه بهذا بالعمل. أما الآخر نسأل الله العافية والسلامة على ضد الأول، قال كل الناس يغلو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. نعم، إما أنه يعتق من النار أو أنه نسأل الله العافية والسلامة. نعم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال. نعم، هذا يسميه العلماء حديث قدسي يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى. نعم. يا عبادي، يا عبادي، هذا نداء من الله سبحانه وتعالى. وذكرنا لكم فيما تقدم أن العبودية على أقسام ثلاثة: عبودية عامة تشمل كل مخلوق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا تحت قهره وتصرفه، ولا يستطيع أحد أن يخرج عن ملك الله. الثانية العبودية لله، عبودية الطاعة، الذين استجابوا لله والرسول. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، كل المخلوقات لا، الذين استجابوا لله والرسول. وعباد الرحمن الذين استجابوا لله والرسول، عبودية خاصة. القسم الثالث من العبودية عبودية خاصة الخاصة، عبودية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، قاموا بأكمل عبادة أوجبها الله سبحانه وتعالى عليهم. ولهذا أعلى وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وصف بهذا في أعلى مقامات الرسالة: سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نعم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إني حرمت الظلم على نفسي. والله سبحانه وتعالى قال وما ربك بظلام للعبيد، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم لكمال عدله. إني حرمت الظلم على نفسي. نعم. وجعلته بينكم محرما. نعم، وحرم الظلم على العباد. فلا تظالموا. إذن كل واحد لابد أن يعدل، لأن الدين الإسلامي دين عدل. ويخطئ من يقول أن الدين الإسلامي دين مساواة، لا يمكن أن نقول أن الدين الإسلامي دين مساواة، لأنهم عندما يقولوا الدين الإسلامي دين مساواة يريد أن يساووا بين الرافضة والسنة وكذا وكذا. الدين الإسلامي دين عدل، ولم يأتي في كتاب ولا في سنة أن الدين الإسلامي دين مساواة. فلا تظالم. بعض الناس يتكلم على الحكام والسلاطين في الظلم، ويظن أن تحكيم الشريعة يكون عند السلطان وعند القضاء في المحاكم، ولا يدري أن كل واحد لابد أن يحكم الشريعة. صحيح، في كل شؤون الحياة. فلا تظالموا. نعم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. طلب الهداية، وقلنا في كل يوم تقول اهدنا الصراط المستقيم، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق، تقول يا رب بين لي هذا الطريق وسددني لسلوك هذا الطريق. فلا بد من الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا تقدم معنا في تفسير سورة الفاتحة. نعم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. نعم، الجنة لا تطلب إلا من الله، وكذلك الرزق لا يطلب إلا من الله. ولهذا تدعو الله سبحانه وتعالى بماذا؟ برزق الحلال، على ما تقدم أيضا معنا في الأحاديث. نعم.
يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا فيه أن الإنسان عندما يولد يولد بلا لباس، ولباس التقوى ذلك خير. نعم، فتطلب من الله كل شيء لأنه هو الملك والمالك، إن الله هو الرزاق لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق. نعم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. أغفر الذنوب، غفر الذنوب يكون بالستر مع التجاوز. غفر الذنوب يكون بسترها مع التجاوز عنها. نعم، فنطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وأنت تقول الآن في الصلاة رب اغفر لي رب اغفر لي. نعم. يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. نعم، الذي بيده جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. نعم، فالله سبحانه وتعالى غني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أخدر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ومن أسباب إجابة الدعاء اجتماع الأمة، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحيض وذوات الخدور أنهم يشهدن الخير ودعوة المسلمين، لأن اجتماع الناس في الدعاء، لكن الاجتماع في الدعاء يكون على ما وافق السنة لا ما على ما هو مخالف للسنة. تسمع اليوم وتأتيك بعض الرسائل الاجتماع اليوم، المهم لا بالأمس حتى لا يظن ظان اليوم، بالأمس لابد أن نجتمع في المساجد بعد صلاة العصر. على من قال هذا؟ وهل صنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ لا، اجتماع في الجمعة، سميت جمعة لهذا اجتماع الأمة، لأن لدينا اجتماع يومي في الصلاة المفروضة الخمس، واجتماع في كل أسبوع، واجتماع في كل عام في عيد الفطر وعيد الأضحى، واجتماع لكل أقاليم الأرض في عرفة، وبهذا يكون الدعاء. نعم، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو لديك إبرة كبيرة أو صغيرة وأخذت بها شيء من البحر، هل ينقص ذلك من البحر؟ لا. وهذا فيه تأكيد أن الله سبحانه وتعالى لو أعطى كل واحد فلا يمكن أن ينقص هذا من ملك الله شيئا سبحانه وتعالى. نعم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وكفى بنفسك اليوم عليك حسيب. وبعض الناس يتكلم أحيانا ويقول الكلام ليس عليه جمالك، يعني ما نحاسب. لا، كل شيء يحاسب عليه العبد من الأقوال أو الأعمال. وأحصيها لكم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. نعم. فمن وجد خيرا فليحمد الله لأن دخول الجنة يكون بفضل الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين. نعم. ومن وجد غير ذلك وكان الأصل أنه لا يقول غير ذلك، لكن هذا فيه ترك ما يستقبح ذكره.
وأنه لا يمكن أن يوصف هذا المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها له، وإن تكو ما قال طالحة، لأنه لا يمكن أن توصف جنازة أهل الإسلام بهذا، قال غير ذلك. جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم مرأة، هذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وجاءه سهم قبل أن تبدأ المعركة ولم يعرفوا هذا السهم من المسلمين أو من الكافرين، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم هذا الرجل وقالت: يا رسول الله أخبرني أين ابني؟ إن كان في الجنة صبرت، وإن كان في، ما يمكن أن تقول في النار حتى وإن كان هذا هو الواقع، وإن كان في الأخرى، مفهوم؟ ولهذا مر معنا في كتاب التوحيد قال: هو على ملة عبد المطلب، ما أراد أن يحكي الكفر بلسانه مع أن حاكي الكفر ليس بكافر. نعم، من وجد غير ذلك من الصلاة عليه السلام. نعم، فلا يلومن إلا نفسه. قامت الحجة عليه: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. ذهب أهل الدثور يعني أهل الأموال بالأجور. في هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتسابقون إلى الخير، الأغنياء يتسابقوا والفقراء يتسابقوا، وكانوا يتسابقوا حتى جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هؤلاء الأغنياء سبقونا، ماذا نصنع؟ قلنا كما قلنا في قصة معاوية رضي الله عنه، يقول: أنا لا أسابقك على الدنيا، أسابقك على جنة عرضها السماوات والأرض. اختلف الفقهاء أيهما أفضل، غني شاكر أو فقير صابر؟ ألفت مؤلفات في هذا، أيهما أفضل، غني شاكر أو فقير صابر؟ ألفت مؤلفات واختلف الفقهاء في هذا، وحل الإشكال الله أعلم شيخ الإسلام، قال: أفضلهما أتقاهما عند الله، والحمد لله. قلنا: لا تجعل نفسك في مقام القضاء وكبار العلماء، أفضلهما أتقاهما عند الله. فهؤلاء الآن الفقراء أرادوا الزيادة في الخير، الأغنياء سبقوه. نعم، قال: نعم، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، يصلون كما نصلي. لم انظر إلى الأغنياء زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من المبشرين بالجنة عثمان رضي الله عنه، وجهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة، قال: من يجهز، قال عليه الصلاة والسلام: من يجهز جيش العسرة وأضمن له الجنة، وضع الأموال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. تظن بعد هذا أن عثمان رضي الله عنه لا يكون بين الخوف والرجاء؟ لا والله. عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة كذلك، من أغنياء الصحابة. فهؤلاء الغنى لم يمنعهم من أنهم ينافس الفقراء. نعم، يصلون كما نصلي. نعم، ويصومون كما نصوم، ويصومون كما نصوم. نعم، ويتصدقون بفضول أموالهم. هذا الذي تميز به الأغنياء عن الفقراء. نعم، يتصدقون. نعم، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ نعم، إن لكم بكل تسبيحة صدقة. نعم، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. نعم، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام
أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، رواه مسلم. نعم، ويقال أنه بعد هذا سمع الأغنياء بهذا وعملوا، وبهذا سبق الفقراء. في الحديث، هذا الحديث من فوائد هذا الحديث، استدل الفقهاء رحمه الله تعالى بقياس العكس، بقياس الضد، وهو القياس عند الفقهاء تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. أربع أشياء، أربع أركان، عندنا أصل وعندنا فرع وعندنا حكم وعلة جامعة بينهما. الأصل خمر، حكم الخمر كبيرة من كبائر الذنوب. العلة الإسكار، مفهوم؟ عندنا عصير الأصل فيه حل، لكن أصبح فيه، قلنا العلة هنا الإسكار، وأصبح هذا العصير مسكر، فنقيسه على الخمر. هذا الفرع والأصل الخمر، والعلة الإسكار، والحكم التحريم كبيرة من كبائر الذنوب، مفهوم؟ طيب، الأصل عندنا الوطء الحلال، حكم هذا الوطء يؤجر عليه العبد، مفهوم؟ طيب، العكس الوطء الحرام، عليه إثم؟ نعم. فهنا يسمي العلماء قياس الضد وقياس العكس، يثبت للفرع عكس الحكم الذي للأصل، مفهوم؟ إذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال والله ما يمكن أن أشارك الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم، عوضه الله خيرا منه. ترك الزنا، حق على الله أن يعين ثلاثة، منهم الشاب يريد العفاف، وكل ما يطع الزوجة يؤجر. ترك النظر، ترك الكلام، ترك كذا. يقول ابن القيم رحمه الله: من زعم أنه لو ترك شيئا لله لم يعوضه الله خيرا منه فقد ظن بالله ظن السوء. فلا بد أن تترك المحرمات لله، ولا بد أن توقن أن الله يعوض خير من هذا الذي تركت، مفهوم؟ لأن بعض الناس قال هذا الوقت احتفال ويعني كذا، ويهدى إليه شيء من الحلوى ومن كذا ومن كذا، كيف أترك الطيبات؟ نقول هذه خبائث، ما يمكن تكون طيبات. نعم، من ترك شيئا لله، شيئا قليل أو كثير، عوضه الله خيرا منه. نعم. طيب، قال نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل سلامة من الناس عليه سلامة، أي هذه المفاصل. يا أخواننا، نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، وهذه المفاصل الآن من نعم الله. وأنت تعرف بعض الناس الآن إذا أصابه شيء في العمود الفقري قد لا يتحرك أصلا، فهذه المفاصل من نعم الله، والنعم تحتاج إلى شكر. فماذا تصنع؟ لابد أن تشكر الله على النعم. وجاء في الحديث أن صلاة ركعتين في الضحى، يعني من ارتفاع الشمس إلى قبل الظهر، تصلي ركعتين تجزي عن كل المفاصل، كأنك تتصدق عن كل مفصل لديك، وهذا من سعة فضل الله، ركعتين. طيب، نعم. قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. نعم،
تعدل بين اثنين صدقة. تعدل بين رجلين. وقلنا دين الإسلام دين عدل. ولا يجرمنكم شنآن، يعني بغض هؤلاء، على أن تعدل عدلها أقرب للتقوى. وتتذكر أنك بالعدل تنال محبة الله. وأقسط إن الله يحب المقسطين، حتى وإن كان هذا كافر. نعم. ولهذا قال لهم، قال لا أخذ إلا هذا. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل. نعم. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. نعم. تعين، تعين الناس إعانة الناس بهذا تؤجر. نعم. تجد أعمى مثلا لا يستطيع أن يقطع الطريق، تأخذ بيده. نعم. وهكذا. نعم. والكلمة الطيبة صدقة. نعم. وقلنا هذا يعني كثير في الخلق الحسن. نعم. الكلمة الطيبة حسن. سبحان الله، بعض الشباب يقول في كل يوم أحيانا آتي وأريد النوم أقول سبحان الله هل تصدقت اليوم؟ يفكر هكذا، يقول لا يكلفني هذا أحيانا ثانية واحدة. قد وأنت جالس تتصل على إنسان، ها، تسلم عليه أو كذا، تأمر بالمعروف صدقة، تنهى عن المنكر صدقة. لو تذكرت هذا الفضل والأجر لكان يعني كنت والله في سعادة. نعم. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. نعم. الآن لدينا ثلاثة أشياء: وسائل ومقاصد ومتممات. وسائل ومقاصد ومتممات. المقصد الصلاة. فهذا الشيخ يسكن على بعد 10 كيلومتر، يقول الآن عندما أخرج من بيتي المقصد الصلاة، الوسيلة يمشي برجله أو يأخذ السيارة أو القطار أو الحافلة ويدفع أحيانا، والبنزين مرتفع وكذا، هل يؤجر؟ يؤجر. قال طيب، وعندما أعود، أنا أعود إلى بيتي، هل أؤجر على هذا؟ نقول نعم، متممة. الآن الذهاب إلى الحج، الرحلة من المغرب العربي إلى جدة إلى الحجاز يؤجر على الذهاب. طيب العودة متممات يؤجر عليه. مفهوم؟ إذن عندنا ثلاث أشياء: مقاصد الصلاة، وسائل لها أحكام المقاصد بشرط أن تكون الوسيلة مشروعة لا ممنوعة، وعندنا متممات كذلك يؤجر عليه، تحتسب الأجر عند الله. لكن ذكرنا فيما تقدم أنه لا يتكلف، يعني يمشي في الشمس، يمشي بلا نعلين، نعم، ويمشي في البرد دون أن يعني يتدفى وكذا، فهذا هل يؤجر؟ لا. لكن حصل له شيء من البرد أو تعطلت السيارة أو كذا يؤجر، لأن الأثر الناشئ عن الطاعة إذا لم يكن بتكلف يؤجر عليه العبد. نعم. قال وتميط الأذى عن الطريق صدقة. تميط الأذى عن الطريق صدقة. الإشكال عندنا اليوم من يرمي الأشياء في الطريق، قاذورات وكذا. فأخوانا، حتى ولو كان هذا في طريق الكفار، وقوف السيارات في الطريق، ويأتي جمعية المسجد يقول هناك سيارة واقفة كذا وسيارة واقفة كذا وكذا، يتذكر أنه بهذا يؤجر. مفهوم؟ نعم. إماتة الأذى عن الطريق. نعم. صدقة. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. نكتفي. يا بسم الله.
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البر حسن الخلق. البر فعل كل خير، حسن الخلق وغيره. وقلنا ما يزال هذا يتكرر معنا في الأحاديث، حسن الخلق، وقل لعبادي يقول التي أحسن، وأحاديث كثيرة. نعم، حتى أن حسن الخلق يذكر في كتب العقائد، شيخ الإسلام ذكر هذا. نعم، أن تصل من وصلك، لا، قال تصل قطعك وتعطي من أعطاك، لا، تعطي من حرمك، وتعفو عمن عفى عنك، لا، تعفو عمن ظلمك. فوق كم بقى على ذلك؟ هذا إشكال، هذا الجوالات هذه اللي فيها الأذان قد يدخل بها للحمام ويخرج، هذا إشكال. حتى يعني بعض القراءات وكذا التي تكون فيه، يعني الله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن، كيف نجعل نغمات ولا كذا؟ مفهوم؟ إما أن يجعلها موسيقى أو يجعلها آيات وأحاديث وأذان، هذا إشكال والله. نعم، طيب. والإثم ما لا، تعيد تعيد من أول. نعم، البر، البر قلنا فعل كل خير سواء من الأخلاق أو من غيره. نعم، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. نعم. والإثم ما حاك في نفسك، ما حاك في نفسك، استفت قلبك، وفي أشياء تعرف أنها محرمة اتركها. قلنا الناس في الجاهلية كانوا يعلموا هذا عندما أرادوا بناء الكعبة. نعم. وكرهت أن يطلع عليه الناس، كرهت أن يطلع عليه الناس في أشياء تصنعها وحدك وتعرف أن هذا إثم، وحاك في نفسك. نعم. وعن واصبة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: جئت لتسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليك القلب، واطمأن إليه القلب. نعم. والإثم ما حاك في نفسك أو في النفس وتردد في الصدر، وإن افتاك الناس وأفتوك. وتقدم معنا هذا أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور. نعم، فهذا هذا البر فعل كل خير من الأخلاق وغيرها. نعم. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، وجلت أي خافت. المؤمن حقا، قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت، وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا، هذا فيه أن الإيمان يزيد. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: إذا كان القرآن يتلى ولا يؤثر فيك، لا تخاف ولا يزيد من إيمانك، فأنت على خطر أن تكون من الذين قال عليه الصلاة والسلام فيهم: يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم. هم بعض الناس وشغل الشاغل الألحان والأصوات وكذا، ولا يتدبر ولا ينظر في تفسير القرآن أصلا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت أي خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمان. نعم، قال: وجلت منها القلوب أي خافت. نعم. وضرفت منها العيون. نعم، أي أنهم يعني بكوا من خشية الله. نعم. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. موعظة مودع، الذي يعني يكون مسافر أو على فراش الموت في الغالب تكون موعظة هذا مؤثرة. نعم. وقال طلب من ابن الجوزي عفى الله عنه أن يقول للناس موعظة في وقت كذا، فجاء ولم يستطع أن يقول الموعظة مع أنه
يعني واعي. حتى بعد أيام قال لهم الموعظة، يعني جاء بالموعظة. فقالوا لماذا؟ يعني قال لأن هذه الموعظة لا يمكن أن تكون على ما يختار الإنسان، فموعظة المودع تكون بليغة في الغالب. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في عرفة وسميت بخطبة الوداع، أوصاهم وذكر لهم غالب شرائع الإسلام. نعم، فأوصنا. الوصية هنا هل هي الوصية التي تكون تبرع بعد الموت؟ لا، وصية يعني موعظة. نعم، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع يقول ما يحتاج الناس. نعم، قال أوصيكم بتقوى الله. أوصيكم بتقوى الله، لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي إلا بما أوصى الله، لأنه مبلغ عن الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نعم، والسمع والطاعة. السمع والطاعة في المعروف. وهذا الإشكال عندنا، أن بعض الناس شغله الشاغل في المعصية والتشهير بالحكام وبالأمراء وبالعلماء وكذا، وقال السمع والطاعة هذا في المعروف. نعم، والنصيحة تكون سرا. وما الفائدة أخواننا الكلام في السياسة والكلام في الحكام وكذا؟ صح، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه السياسة. والله ما تعنينا السياسة. نعم، بحر لا ساحل له السياسة. نعم، والسمع والطاعة. وإن تأمر في أحد العلماء في موريتانيا، هذا لا يكلم أحد، مشغول إما بالذكر أو بالتعليم، وهو يصلي بالناس إمام. حصل تعرف قبل سنين انقلاب على رئيس موريتانيا، فاغتنم المؤذن هذه الفرصة في ماذا؟ في أن يكلم الشيخ، فرصة أن يكلم الشيخ، وأمر يعني عظيم، انقلاب في الدولة. فجاء للشيخ وهو في الأذكار، طبعا أذكار نحسبه كذلك على السنة لا أذكار بدعية، لأنهم يكرروا هناك في موريتانيا أقل طالب، وهذا يعتبر هذا الطالب إذا يكرر 700 مرة يعتبره طالب كسول. فاقتنم هذا المؤذن هذه الفرصة وقال للإمام حصل انقلاب على الرئيس، لم يلتفت إليه، ما يستطيع. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعرف. يقول بعد سنتين المؤذن وجد هذا الشيخ الإمام وقت بين الأذان والإقامة، فقال المؤذن من الذي انقلبوا عليه؟ قال يا رجل قبل سنتين انقلبوا عليه، انتهى الأمر. لا يهتم لهذه الأمور، ولا عليه من كذا ومن كذا ومن كذا. وجاء رجل وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة، تبع ابن عمر، قال أبيت ولا له ولا عليه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اليوم تتحمل أوزار أناس والكلام في أناس وذمة أناس وكذا وكذا وكذا، ولو تنظر في حال هذا الله المستعان. نعم، قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. نعم، حتى وإن كان هذا الأمير عبد، فعلينا نحن السمع والطاعة. نعم، فإنه من يعش منكم، فإنه من يعش منكم نحن. وهذا فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، حذر النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا حذر حذيفة رضي الله عنه وقال
إن المنافقين الذين في زمننا اليوم، هذا في أواخر عهد الصحابة يقول حذيفة رضي الله عنه، أشد من المنافقين الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكيف ذلك؟ قال أولئك الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخفوا نفاقهم، وهؤلاء الذين في زمن اليوم أظهروا، نسأل الله العافية والسلام. نعم. فعليكم بسنة. الآن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الداء، وهذا من نصح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، ذكر العلاج والدواء. نطالع الأخبار، نطالع الأخبار، الصحف، المجلات، رسائل الجوال، كذا، لا، قال عليكم أيلزم. ماذا نلزم؟ ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، نتمسك بها بكل ما أعطانا الله سبحانه وتعالى من قوة، هذا العلاج وهذا المخرج. نعم. فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدين هم الذين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم هؤلاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. عضوا عليها بالنواجذ، يعني بالأضراس التي تكون يعني في الداخل. نعم. وإياكم ومحدثات، إياكم، هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإحداث في الدين، وهذا قد تقدم معنا. نعم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، وهذا فيه أن الدين الإسلامي لا يمكن أن يكون فيه بدعة حسنة، وهذا أيضا قد تقدم. نعم. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. نعم. عن معاذ، لا يكتفي. نعم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.